المكوث في المنزل أصبح واجب وطني في هذا الوقت اللي نعيش فيه بسبب فيروس كوفيد-19، والمرأة لها طقوس منزلية خاصة في هذه الأوقات العادية. لابد أن تتغير الآن بأن تهيئ لنفسها وعائلتها الجو المناسب للبقاء والاستمتاع في المنزل. وبعد أن تعرفنا في يوم الأمس على وجهة النظر الخاصة بالرجال من خلال ضيفنا بالأمس الاستشاري التربوي عثمان المحطب، نتعرف اليوم على وجهة النظر النسائية والحديث أكثر حول هذا الموضوع. تنضم إلينا في الاستديو الأستاذة منال المشيمي الناشطة في العمل التطوعي. نصبح عليك بالخير منال. صباح النور، وحياك الله معنا في برنامج العالم هذا الصباح. الله يسلمك. الله طبعا يسلمك. احنا دائما نقول ان المرأة لها دور كبير، ومهنة الأمومة بشكل عام هي من المهن اللي لم تطالها او لم يطالها التعطيل خلال هذه الفترة، وهي تعمل على مدار الساعة في المنزل لتؤدي دورها على اكمل وجه. خبرينا عن هذا الدور اللي تؤدينه خلال هذه الفترة. أول شيء أشكر استضافتكم في استوديو العالم هذا الصباح. أنتم قاعدين تسلطون الضوء على نقطة وايد مهمة يحتاجها كل بيت كويتي، وهي دور الأم في البيت، وأيضا شلون نقضي وقت فراغنا في هذا البيت. دور المرأة في البيت قبل فيروس كورونا هو نفسه دورها بعد فيروس كورونا، ولكن من خلال الفيروس ومن خلال الحظر المنزلي تعزز هذا الدور أكثر، فصار هذا الدور واضح وصار مهم جدا 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 ان هي تدير منزلها وانها تكون القائد في هذا المنزل. الام في المنزل هي عباره عن المنظم، هي عباره عن حلال المشاكل، هي عباره عن المدرب، هي عباره عن المدرس، هي عباره عن كل شيء، لان هي اللي قاعده تدير هذه العمليه عن طريق تنظيم الوقت الى جانب وضع الانشطه داخل البيت وتحقيق اهداف حق كل فرد من افراد الاسره. شلون قاعد توزعين هذه الادوار خلال هذه الازمه داخل البيت على افراد اسرتك؟ وشنو الادوار اللي نقدر نقول انها مستجده مع هذه الاحداث؟ الادوار يعني هي الادوار هي نفسها، دور الزوجه ودور الزوج ودور الابناء هي نفسها، ولكن لان الحين الوقت صار اسع في البيت، صار الوقت آسع، فمثلا عملية ترتيب غرفة النوم ما قام يؤجل، قام عملية ترتيب غرفة النوم، قام الطفل يقوم يرتب غرفة نومه في الوقت الفاضي الحين، لأنه هو أصلا فاضي. اللي هي المربية هم نفس الشيء، يساعدنا في المنزل، عليها أدوار معينة تقوم فيها، ولكن هذه الأدوار المعينة اللي تقوم فيها يعني شو أقول، ما تكررها، يعني ما تنظف مرتين ثلاث أربع، لا. الحين في شيء اسمه إذا واحد قط أغراضه يشيلها جد، مو إذا قط أغراضه يشيلها مجرد كلام، لا جد الحين إذا قط أغراضه ممكن يشيلها. أيضا في عندنا وجبات معينة غير الوجبات معينة، أنت في عندك مجموعة من الأطعمة ممكن تعدها بنفسك. تعلموا الأطفال شلون يستخدمون الأير فراير، تعلموا الأطفال شلون يسوون بيضة بروحهم، تعلموا الأطفال شلون يسوون سناكس داخل البيت بروحهم، وأيضا في سناكات موجودة حقهم، هذا بخصوص الأكل. أيضا الحين الأدوار اللي قامت تقوم فيها الأم، قامت تقوم دور المدرب، قامت تقوم دور المعلم، قامت تقوم دور اللي هو الكوميونيكيشن. شلون الطفل يعني بطبيعة الحال الطفل ما راح يعرف يستخدم برامج خاصة لأنه يوصل لغرف تعليمية. فالأم هي الحين المشرف على هذه العملية، تدور له منصة تعليمية أو تدور له منصة ترفيهية، تختار له المنصات اللي هو ممكن يستفيد منها في وقت فراغه أو يستفيد منها في الوقت بشكل عام. يعني احنا ما نقدر نقول الحين فراغ كذا، ما نقدر نقول وقت واجب ان احنا نسويه وان احنا نكون موجودين فيه في المنزل بشكل طبعا صحيح. شنو ابرز الانشطه اللي الحين قاعده تسلين فيها عيالك خلال هذه الفتره، خاصه بنقاشنا قبل الهواء قلتي لي الناس اللي عليهم توأم صغار، يعني اعمارهم ثمان سنين. ثمان سنوات، نعم نعم. احنا بطبيعه الحال الحمد لله عيالي قبل الحظر المنزلي كانت عندهم انشطه اجتماعيه برا البيت وايد، يعني ما كانوا من الأطفال اللي يرجعون من المدرسة ويقعدون في البيت لين اليوم الثاني، فكانت عندهم أنشطة كثيرة، كانوا يروحون السراج المنير، كانوا يروحون نادي الكويت تيكواندو، يروحون سباحة، وأيضا كانت في عطلة الربيع ما قعدوا في البيت، كانوا مسجلين في نادي للحساب الذهني، فأنشطتهم الاجتماعية خارج البيت، تواصلهم مع الآخرين خارج البيت وايد. أنا للأمانة من الناس المتطرفين جدا في تقليل التكنولوجيا لهذا العمر اللي هو الثمان سنوات، مثل ألعاب الجيمز ومثل الأجهزة اللوحية بشكل عام.
أنا ماني ضد التكنولوجيا أبداً، ولكن تقنينها. فموضوع الحين أن الطفل يقعد على البلاي ستيشن 16 ساعة وحتى الأكل يوصل له لمكانه، هذا موضوع مرفوض تماماً. هذا موضوع ممكن يأخر الطفل، ممكن يأخر نموه الذهني، ممكن يأخر أشياء وايد عنده. وأهم أشياء هذه اللي أنا أتكلم عنها حتى مهارات التواصل مع الآخرين، عفي عليك، عفي عليك، هذا اللي أنا أبي أوصل له، أنه تقل مهاراته. وأنا ما أقول لك هالشيء مو من باب تجربة، لا، أنا جربت أنه يكون في أجهزة لوحية، وجربت أنه يكون في بلاي ستيشن. الأجهزة اللوحية والبلاي ستيشن قلل التواصل الاجتماعي، صار عنده مو مهم يطلع عند ربعه، صار عنده مو مهم يروح النادي، صار عنده ونسبة الخنقات زادت. فيعني أنت الحين شو مسوي؟ يعني أنت الحين بتونسينهم ولا بتكدرينهم؟ فزادت الخنقات والأنشطة الاجتماعية قلت، فقمنا هذاك يوم وهذا يوم وشلناهم ويسمعون حسك الحين، فاستبدلناهم بأنشطة أخرى اللي هي الأنشطة الذهنية والأنشطة الفنية. ما يعني أنا أكون صادقة معكم، أنا أم وإحنا أسرة وحالنا حال الأسر الباجية، ممكن النوم التغلفات، ممكن وايد أشياء تصير، ممكن حتى الأم تمل، لكن الطفل الحين هو بنفسه قام يعرف شلون يونس روحه، شلون يوسع صدر نفسه، فقام ينتقل من نشاط إلى نشاط آخر هو بنفسه. يعني الحين هو لون، زين، لون خلص الرسمة اليومية اللي هو يلونها، ممكن جدا أنه ينتقل حق نشاط ثاني يلعب بيبي فوت، بعدين ممكن ينتقل حق نشاط ثالث اللي هو عندك الرسم. أوكي، الإنترنت سخي وثري وفي منصات كثيرة، والحين إحنا نوجه لهم شكر، سواء يعرفون لغتنا أو ما يعرفون لغتنا نوجه لهم شكر. أنشطة مجانية، منصات مجانية قاعدة تقدم شهادات حق الأطفال والناشئة وحتى حقنا إحنا الكبار. بخصوص حضور الدروس الأونلاين، الدروس الأونلاين الحين اللي كانت تقول أنا ما عندي وقت، الحين في وقت. أي. اللي كانت تقول أنا كله أأجل، الحين في وقت تقعدين وتجابلين الشيء اللي أنتي حابة إنك تخلصينه. للأمانة أنا خلصت كورسين والحين في كورس ثالث يعتبر كورس، يعني كأنه دراسة قاعدة أدرسه في الذكاء العاطفي. فهذا أنا الشيء كنت مأجلته، فيوم صار الحين وقت الحضر صار عندي وقت إني أنا أشوفه وإني أجابله. وبنفس الوقت هم المنصات هذه بخصوص المدرسة وغيرها، كنت أجل إن ولدي أو بنتي، أنا ما عندي بنت بس يعني بشكل عام البنت أو الولد، إن إحنا نسجلهم في المنصات اللي هي الأونلاين. الحين أنا مسجلة ولدي في منصة إدراك، وهي منصة أونلاين ومجانية، في دروس للرياضيات تقدم بشكل جدا رائع. فأصبح نوعا ما تعويض عن تعطيل الدراسة، يعني ما توقفت الأنشطة الدراسية عندكم في البيت، وإنما بحثتوا عن بديل آخر اللي هو عن طريق المنصات الإلكترونية. نعم، أنا شخصيا من المناهضة لأن يكون في التعليم المنزلي أحد الأوبشنز، أحد الاختيارات المطروحة في دولة الكويت. أنا مع هذه الوجهة النظر لعدة أسباب ما راح أذكرها بلقائنا هذا، لأن اليوم عن الفراغ. إن شاء الله نستضيفك في لقاء الله آخر للحديث عن هذا الموضوع طبعا بشكل أطول. الله يسلمك. فإحنا الناس اللي يحبون التعليم المنزلي يرون أن المنزل فرصة كبيرة للتعلم. المنصات الموجودة الآن والمطروحة لخدمات اللي هي التعليم المنزلي، لأن التعليم ما ينقطع، ترى ما في شيء اسمه الإنسان يتقاعد من التعليم أو يطلع من التعليم، الإنسان يتعلم، تعلم دائم، في تعلم دائم بالضبط. فالتعليم اللي داخل البيت ممكن يكون من خلال أنشطة، من خلال مشاريع، شلون أنا أسوي كوخ، شلون أنا أسوي صيدلية، شلون أنا أسوي حديقة داخل البيت من أدوات بسيطة، كرتونة، قصولز، أشياء بسيطة. فهذا التعليم احنا هذا التعليم اللي نطمح له، لان هذا التعليم اللي راح يستفيد منه في المستقبل، الخاص في مهارات عده متطلبات المستقبل، من ضمنها مهارات حل المشكلات والمهارات القياديه. فالتعليم اللي داخل البيت الحين اللي تفضلتي فيه بخصوص التدريس، في ايضا منحه تدريسي وفي ايضا منحه تعليمي. أنا شركت عيالي في مسابقة الدولة اللي هي الخاصة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، كلاساتها كلها أونلاين. أي ما شاء الله. أي، فإحنا طبعا نشكر مركز صباح الأحمد، هذه المسابقة كانت الكلاسات أوفلاين وكانوا الأطفال يروحوا لها، بسبب الأوضاع. الأوضاع الحالية صارت الكلاسات أونلاين، إحنا هذه يعني هذه خطوة مشكورة لهم، فالآن يشاركون بالكلاسات الأونلاين.
حق الخاصة في اللي هي مسابقة الرياضيات. فطبعا في مسابقات كثيرة مطروحة أونلاين، من ضمنها القرآن الكريم، الفنون، قراءة القصة، كتابة القصة، هذه أيضا مطروحة أونلاين. منصات كثيرة قاعدة تقدم قصص أونلاين، أنشطة أونلاين، برسم أونلاين، أنشطة منزلية للأسرة أونلاين. والله يعني ما أقدر أذكر أحد عشان ما أبخس حق الآخرين. طبعا نعم، فكل واحد يبي يستفيد من هالشيء. من المبادرين خلال هذه الفترة. أيضا خلال هذه الفترة اليهال ممكن خصوصا عيالك اللي متعودين على الأنشطة الاجتماعية الخارجية، شلون قاعد تمتصين هذه حالة الملل؟ حتى لو كانت خيارات الأنشطة داخل البيت عديدة وكثيرة، لكن يتم اللي تعود على الأنشطة الخارجية نوعا ما يعني يحس بهذا الملل داخل البيت، فشلون قاعدة يعني تسيطر على هذا الوضع؟ صحيح كلامك، بطبيعة الحال الأطفال راح يحسون في الملل، هذا شيء واقع وهذا شيء قاعد يحوش كل بيت. إحنا نقدر نوفر الأدوات، نوفر الأدوات اللي تكسر الملل. فمن ضمن الأدوات اللي نوفرها الألعاب التفاعلية والألعاب الجماعية، من ضمنها الجناجف، المونيبولي، الريسك، أيوة بالضبط، بسم الله عليك. فهذه إحنا وفرناها. في طريقة لإدارة الألعاب، الطفل إذا تعود على لعبة يملها، فممكن الأم تشيل اللعبة اللي تعود عليها وتطلع اللعبة الجديدة. الحين أنا صار عندي مكتبة كتب ومكتبة ألعاب، فنطلع لعبة وندشش لعبة. اليوم نفتح سيارة، باكر نشيل السيارة. اليوم نفتح هليكوبتر، باكر نشيل الهليكوبتر. هذه الألعاب وايد يستانسون فيها. اي والله وايد يستانسون فيها. وأنا طبعا هذه دعوة أن المنصات اللي هي الأونلاين اللي قاعدة تبيع هذا أنها تكون يعني مطروحة بشكل أكبر، لأن الحين حتى ترى الكبار والراشدين الحين قاموا يدورون الألعاب الاجتماعية، فهذه جزء من كسر الملل. إلى جانب الأنشطة اللي هي المفاجئة، يعني مثلا حسيتي عيالك ملوا، زين ترى أنت مهما كان بيتك صغير ممكن تغيرين في بيتك، دزي كرفاية، شيلي لك كرسي، يعني تحسسين نفسك أن في نوع من التغيير عليك. اي والله اي والله، نوع من التغيير. حتى قبل لا نطلع الهواء شنو قلت لك؟ لا يقعد الطفل ببجامة بالبيت، صح؟ لا يقعد، ترى راح يحس بكسل. كانت نقطة صراحة مهمة جدا تناقشنا فيها قبل الهوى، ان ليش اليهال خلال هذه الفترة واثناء جلوسهم بالمنزل يتمون في ملابس النوم. فالأستاذة منال يعني قالت كلمة وايد حلوة بخصوص هذا الموضوع، اتمنى انكم شوية تنتبهون عليها. شعور البيجامة هذا شعور كسل، شعور نوم، هي ملابس نوم حتى لو شكلها كشخة. فلا يقعد الطفل بالبجامة. أكيد أنتم شعرين ملابس وايد حق الطلعة وحق الروحة وحق الياية وما تدرون شلون تستهلكونهم. عندكم فترة معينة لبس الطفل وكشخه وخلي ياخذ له دوش ويلبس هدوم الطلعة، شنو المشكلة يعني؟ خلي يلبس هدوم الطلعة ويتأنق ويتزقرت ويتعطر ويتبخر ويقعد في البيت. إيه والله، شنو المشكلة؟ عادي ترى، يعني بس إنه هو مشاعر داخلية إنه هو الحين مو نايم، إنه هو مو كسلان، وهذه أنا أسويها، أسويها عشان هو يحس إنه يعني يحس انه هو فريش. اي يحس انه هو فريش. طبعا لقاء جدا جميل حبيبتي. كان معك استاذه منال المجيني الناشطه في المجال والعمل التطوعي. شكرا جزيلا لك على اثرائنا واعطائنا مثل هذه التفاصيل الدقيقه لاداره الاسره داخل المنزل. مشاهدينا فاصل صغير.